ليش ما تجيك؟ لك عيفني يا موسى، لك عيفني، وصلتني على شويه غراض، سويت لي ليش طالع قدام وروح اشتري لي يابا رد البيت؟ ايه بس ايش لك بهالحكي امبارح بالرد؟ عرفت لك على محل؟ اها اي والله احسن من هذا المحل اللي دلتني عليه بكثير بالله. اي والله ايش شو ترتيبته؟ ايوه بيتي ايه بعد بيتي محلين ايه زرتوش اشتري من عنده؟ شفت والله بلونات في فتاح جديد. ايوه 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 مكتوب عليه خبزه ماو. خبزه ماو؟ ايه ببيع ايش هو؟ خضره. لك سبزه وميوه. خبزه ماو؟ انا شو قلت ليش؟ انت قلت خبزه ماو. سبزه وميوه هو محل بيع خضره وفواكه يعني. لا تعلي لا تعلي لا طالع لي هلا فهمت. لا تعلي خلص تحكي والله. طيب عشان انا وضحت لك صراحه. هلا انا مفهوم. خبزه ماو؟ ايه ايه خبزه ماو. تمام. ليس سبحان الله الا ما تقطع الحديث. انا اسف كمل. ايه دخلنا والله طلعت هيك ايش خضره؟ ايش خضار؟ ايش فواكه؟ ما شاء الله. اي والله شيء عم جيب تازه معنا. والله ايش اخذنا عنده؟ والله وقفت لك على البسطه هيو شفت لك وائد ماي تيونس داخل العالم. وائد ماي تيونس؟ ايه ايش هي وائد ماي تيونس؟ من عزمان سيدنا يونس هي يعني ايش هي؟ لا ايش من عزمان لا اسمها مايدانوس مايدانوس اسمها مايدانوس بالتركي ماي تيونس. لا غلط فهمتني هيك كاتبين انا قريتها ماي تيونس. لا مايدانوس يا اخي اسمها مايدانوس مايدانوس غلط غلط ما اعتبرها غلط. انت الصح عم تحكي غلط يا ابني. انا معلق شو بدي خلص 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 خيو خلص غلطوا خلص. ايه ايه اخذت كويس اخذت لي بعدين ماي تيونس ماي تيونس كويس. ايه يا سيدي اشتري يا جماعه خيو وسلطه لي خيو شغلي سرطاني صار لك؟ ايه ايه زين بدي اصير جاهز حاضرة؟ قلام 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 ايش القلام؟ عم تقول سرطاني؟ لك سرطاني ايه ايه لا اسمها سرطا لك خيار اسمه السرطا لك اسمه السرطا لك مو سرطاني هذا هو نفس الشيء. شو نفس الشيء؟ سرطا سرطا لك سرطا لي يعني ها لك يعني لك ايه مزبوط افهمتك لك والله مزبوط هي مزبوط سرطا لك مزبوط سرطا لي بس هذا ايش فيها سرطا لي ايوه مزبوط زادت بين ياسا طلق ايوه صحيحة مظبوط انا لك مظبوط شو انا فهمت صحيح بس انت ما بتنسي الا تحط بينفع عودي انا اسف لكن ايه غير ايش حكيت ايش في سيدي ايوه رحنا قلت له حط لي كاوي والله الزلمه يحط لي اياه ونقاهم على كيف كيفك حلو جينا طلعت عنده خيو دوماتريس شغله منو هيك؟ هو الزلمه ايش عم يحكي؟ هيك هيك لا ايش عم تحكي انت؟ طيب ايش مش عم بحكي؟ لا اسمها دوميتروس دوميتروس مو بالورا؟ ايه بالورا هيك هيك اسمها بلديه لا اسمها دوميتروس لك يخرب بيتك قد ايه؟ لا ما بتحسب يا معلمي ما بتحسب لك انا فوق ما عم بدل لك ما عم بدل لك لك عم تقولها غلط انت كلمه عمال تقولها غلط دوميرا تريس ما ايش هي؟ ايه ايش انا حسبتها دوريتوس بطاطا مالي يعني بتقول دوريتوس بطاطا ايه دوميرا تريس ايش هي؟ ايش بطاطا شو بتركي؟ بطاطس بطاطس؟ ايه 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 قول بطاطا يعني هيك اسمها بتركي جماعة اخترعوا اللغة هيك سموها ما لنا فيها ما لنا فيها لا تطول انت خلص ما اخذ فواكه طيب؟ يعني خضرة والله ما اخذ فواكه حطيت اغراضي ما بحسب الا بضرب لي مش في المحل انا كويس طلعت لعبة فواكه فواكه شغلي 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 كويس ايوه شفتها هنيك مين هي شفتها هنيك؟ طيب شفتها هنيك مين هي شفتها هنيك؟ فواكه يخرب بيتك شفت هنيك؟ شفت هنيك؟ سحارة دلاق بدي ايه دلالي دلالي شفت هنيك؟ اسمك شفت هنيك؟ شفت هنيك؟ ما شفت حدا انت اسمك شفت هنيك؟ لو قلت له للزلمة قال لي فاهم علي لك عم تقشر له لأنه قلت له خيو شفت هنيك؟ نقدر نقدر كمان ايه قلت له نقدر حسبي الله ونعم الوكيل لك ايش بقولوا له؟ اسمك شفت هنيك؟ لك انت ما يعني ما سبحان الله ما بتحسن الا لا تخجلني لما هدفي اخجلك لكن انا بعلمك عشان تحكي لك بس بقى ما خلص طيب لا تشد وتبط المهم نقينا لنا كلاوين حطينا ورا الزيت ايه ايوه جنب طلعت هيك طبق اوزون المجد اللي خلقه من السما جايبينه؟ شو من السما جايبينه؟ الاوزون يعني الاوزون جايبينه من الارض زراعه صاروا يوزعوا الاوزون بالهذا؟ اوزون اوزون الى اوزون ايش الاوزون؟ لك اوزون طبق لك اوزون احمر اوزون عنب
أزوم مو أزوم 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 أنت ما شاء الله ولا عندهم تركيبات رح تحكي غلط يا عمي زي ما تفهم عليك بتحسب إن أنت تحكي صح والله ما بحكي معي لك لأنك عم تأشر أنت ما بقول له أقدر أزوم كمان بتقول أقدر مرة ثانية قلت له زلمة قال لي إيه غير إيش خالد حسبي الله ونعم الوكيل أنت ما تحسن ما تحسن بلا وبعد الشر كله شط لي حسابك ما تغرفي والله شايف قطع تاكيدك الله خليني اغرفه رو انت ما بتعرف تشتري اصلا والله ضبيت اغراضي وقطع الكاشه ايه نقدر خيو نقدر خيو طبعا بيفهم عليك إيه نقدر وصلنا عند نقدر قال لي لك بيش خمس ولاد باع كل هذا الحكي بخمس ولاد دني علي رح اقول انت جربي يعني لك اشتريت كل الاغراض خمس ولاد لك لا قال لي هو الزلمه لك بيش يعني لا لانه حتى بدي اعرفك شايفك هيك بيش قال لك بخمسين لا قال لي لي بيش شلت والله عملت هيك يعني شغلته اعطيته مصاري شقد 55 قل لي بيش 55 قل لي بيش مو لك بيش والله قل لي انا شو قلت؟ انت قلت لي بيش نفس الشيء قل لي بيش لا حبيبي انت ما بعرف يعني محسب حالك انت ما بتعرف تحكي تركي انت اللي ما بتعرف تحكي انت بتعرف تحكي تركي يا سيدي مظبوط بقى شلون طالع قلت له راسا قلت له هاي 55 حبك؟ كويس صار عقله والله ممتاز هيو ضبطت اغراضي عملت له اه هيو تشكرات هيو تشكرات امشي تشكرات ايش تشكرات؟ اسمها تشكر لا تشكرات هي شيء غنيتك كلها بالغلط نفس الشيء اسمها تشكر لا هيو بالعربي ولا بالتركي يعني شلون يعني بالعربي ولا بالتركي؟ نفس الشيء تشكرات يعني كتابك انت اصلا؟ تمشي يعني تشكرات يا سيدي شدي مظبوط كلامك لا لا قال لي حجي قال لي اليوم بدك تروح تشتري بس دخلت قال له انا من طرف الضيار انا من عنده؟ اعوذ بالله ما بروه نهائيا روقنا انت لك فاهم مني روقنا عمين روقنا شوي انت بس تقول قول له انا من طرف عمك عميار وشوف شو بيقابلك والله ولا مصلحه ولا ان شاء الله عمرك ولا مش انت من عمرك اصلا ما بتحبك الا انت تطلع تحط بينفع عودي لا انت عم تحكي غلط ما يلا تعلم ناس انا عم تحكي غلط عم تحكي غلط والله انت ما بتعرف تحكي تركي وما لنا يا انا الحق علي جديد ادلك روح 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 انا يا